بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمثلة على استخدام قواعد وقوانين الجبر البوليانية لتبسيط تصميم الدوائر المنطقية، خلينا ناخذ مجموعة من الأمثلة ونلاحظ كيفية تطبيق هذه القواعد في التبسيط وكيفية استخدام البوابات المنطقية، سواء كان النور الآند أو الأور في كيفية بناء وتصميم هذه الدوائر. خلينا ناخذ المثال الأول، أنه بسط كل من المعادلات أو العلاقات التالية باستخدام الجبر أو قواعد الجبر البوليان. المعادلة الأولى المطلوب أنه أنا بسطها هي AB not زائد أو OR AB not CD OR AB C not D not. طيب خلينا نبدأ هسه دائما. الملاحظة الأولى اللي دائما أنه نذكرها، أولا حدد الحدود اللي تحتوي على إدخالات خلينا نسميها مشتركة، بحيث أقدر أسحب من أدها عامل مشترك. يعني مثلا هسه اللي هنا أنا عندي الـ AB not AB not، فبالتالي هسه أول خطوة هنا، أول خطوة أنه أنا أسحب الـ AB not. هسه هذه الخطوة رقم واحد، أنه أنا أسحب الـ AB not. طيب قوس يبقى عندي 1 زائد CD زائد AB C not D not. طيب هذا الحد 1 اور سي دي، هذا قيمته 1، هذا الحد هو قيمته 1، بالتالي راح يكون عندي اي بي نوت اور اي بي سي نوت دي نوت. طيب هسه اللي هنا شنو عندي مشترك؟ هو الاي، فاقول اي يبقى عندي بي نوت اور بي سي نوت دي نوت. طيب هذا المقدار اللي هو الاي بي نوت زائد او اور البي سي نوت دي نوت، هذا اللي هنا البي من نام التاثير انه رفعت عند العلاقات السابقه اللي ناقشناها بالمقطع السابق، انه انا بالنسبه لتاثير البي هذا اقدر الغيه، فبالتالي راح يكون النتيجه هي اي بي نوت زائد سي نوت دي نوت. اوكي، ونقدر ندخل هذا الاي اللي هنا، فالنتيجه راح تكون النتيجه النهائيه هي اي بي نوت اور اي سي نوت دي نوت. خلينا اخذ مثال ثاني. المثال الثاني فرضا انه بسط المعادله التاليه، بي سي نوت دي نوت زائد اي بي سي نوت زائد اي سي نوت دي اور اي بي نوت دي اور اي نوت بي دي نوت. طيب هسه اذا اريد احدد الحدود اللي تحتوي على ادخالات متشابهه، عندي البي سي نوت دي نوت هذا الحد الاول، الحد الثاني بعد عندي الاي بي سي نوت باعتبار يحتوي على البي، بعد عندي الحد هذا اللي هو اي نوت بي دي نوت باعتبار يحتوي على البي مشترك. فهسه اول خطوه راح استخرج البي مشترك، شو يبقى عندي؟ هنا راح يبقى سي نوت دي نوت، اور هنا انا عندي الاي سي نوت، اور هنا راح يكون عندي الاي نوت دي نوت. طيب بقيه الحدود الادخالات اللي هي الاي سي نوت دي اور اي بي نوت دي تنزل. طيب الخطوه اللي بعدها هسه اللي هنا انا صار عندي هنا عندي الحد، خلي ارجع اقارنهم بالادخالات السابقه اللي عندنا حسب القواعد. يعني فرضا لو كان عندي هسه هذا اكس واي، وهذا هو يمثل مقدار قيمه الواي زد، وهذا مثل الواي زد نوت، فاذا اريد هسه اقارنهم راح يكون عندي الحد اللي هو الاي سي نوت اور الاي نوت دي نوت، زين، وهذا الحد راح يكون يلغي، فبالتالي يعني تاثيره غير موجود، فبالتالي راح يكون عندي بي اي نوت اي سي نوت زائد اي نوت دي نوت. زين بقيه الحدود تنزل اور اي سي نوت دي اور اي بي نوت دي. طيب هسه هنا اذا ادخل ارجع البي، خلي ارجعها حتى تصير الحدود عندي واضحه، راح يكون عندنا هنا اي بي سي نوت اور اي نوت بي دي نوت اور اي سي نوت دي اور اي بي نوت دي. هسه من الحدود المشتركه راح استخرج الاي مشترك هالمره، راح يكون عندي اي قوس راح يكون عندي بي سي نوت اور هنا عندي السي نوت دي اور هنا عندي البي نوت دي. طيب بعد ما طلعتهم نفس الكلام، هذا الحد
لأنه حسب القواعد هذا راح يلغي، فبالتالي راح يكون تساوي لي عندي طبعا زائد الحد، لا أنسى هذا اللي هو الحد اللي هو أي نوت، هذا لا ننسى أي نوت بي دي نوت. أوكي طيب، هذا الحد اللي لغى. هسه راح أرجع للتبسيط، راح يكون عندي أي قوس بي سي نوت أور بي نوت دي أور أي نوت بي دي نوت. أوكي صار هسه بهذا الشكل بعد ما بسطناهم، قلنا هذا راح يلغي، صارت المعادلة بهذا الترتيب. هسه إذا أرجع أدخل الأي راح يصير النتيجة النهائية هي أي، النتيجة النهائية بعد ما ندخل الأي على القوس راح يكون هو أي بي سي نوت أور أي بي نوت دي أور أي نوت بي دي نوت. هذه هي أقل أو خلينا نقول أنه أقصى ما يمكن أنه نبسط بالمعادلة. طيب خلينا ناخذ مثال ثاني، نموذج ثاني لي من نماذج التبسيط. المطلوب انه اثبت هسه هذه هنا أنا. هذا حلينا السؤال اللي هنا أنا. السؤال هو اثبت المعادلة التالية بانه هذه العلاقة انه اي نوت اور اي بي سي نوت اور اي بي نوت اور بي سي تساوي لنا واحد. خلي اخذ هذا الجانب، من راح اخذ هذا الجانب اولا الحدود اللي عندنا، او بما انه انا عندي اي نوت اور اي فبالتالي هذه هنا التاثير مالته راح يلغي، فيكون عندي اي نوت اور بي سي نوت. اوكي اور اي بي نوت اور بي سي. طيب هسه اذا اخذ عندي هذا الاي نوت وعندي الاي بي نوت نفس الكلام، راح يصير عندي هنا هي اي نوت اور بي نوت اور بي سي نوت اور بي سي. طيب هسه شنو هنا، اذا طلعت من هذا الحد البي مشترك، يعني اذا كتبته هو اي نوت اور بي نوت اور بي سي نوت اور سي، هذا هنا راح يكون هذا قيمته واحد، فبالتالي النتيجه راح تكون هي اي نوت اور بي نوت اور بي. طيب خلي هنا هسه خلي هذول بين قوسين، يعني اقدر اكتبها هي اي نوت اور بي نوت اور بي، هذا هنا قيمته واحد، هذا الحد قيمته واحد، بالتالي راح يكون وكأنه هو اي نوت اور واحد والنتيجة هي واحد. زين عندنا بعد، خلينا ناخذ مثال ثاني انه مثلا بسط المعادلة التالية او اثبت المعادلة انه الاي نوت بي اور بي نوت سي بهذا الشكل اور اي سي نوت تساوي اي بي نوت or b c not or a not c. يعني بالعكس اذا تلاحظ هسه اللي هنا أنا. هذه النوت اللي هنا، هنا عندي نوت، هنا عندي نوت، اثبت انه هذا الطرف يساوي لهذا الطرف. طيب خلي اخذ هسه هذا الجانب، راح يكون عندي هنا أنا. a not b زائد ال b not c زائد ال a c not كلها راح اضربها في واحد وكانه مضروب في واحد. اوكي زين، فبالتالي كل حد راح يضرب في واحد، يعني راح يكون عندي وكأنه الاي نوت بي راح اضربه بالحد الثالث الناقصة من هو السي، فبالتالي سي زائد سي نوت زائد هذا الحد من الناقصة هو الاي، فراح يكون هو البي نوت سي مضروب في الاي زائد الاي نوت زائد هنا أنا عندي اي سي نوت راح اضربه في البي اور بي نوت، بعدين اوزع الحدود عليهم راح يكون عندي هنا أنا. هسه اي نوت في البي في السي زائد اي نوت بي سي نوت زائد عندي اي بي نوت سي زائد اي نوت بي نوت سي زائد عندي اي بي سي نوت زائد اي بي نوت سي نوت. سويناها بهذا الشكل. هسه خلي ابحث عن الحدود اللي تحتوي على تشابه، يعني مثلا هذا الحد زين مع هذا الحد. اوكي زين هسه هذولي اثنيناتهم انتبه لهم، بعد عندي هذا الحد والحد الاخير زين، بعد عندي هذول الحدين زين. هسه ايش راح اسوي؟ استخرج الحدود المشتركه من عندهم وارتب المعادله، يعني مثلا
هنا راح استخرج ال A B نوت. ال A الدينا هنا راح استخرج مقدار قيمة ال A B نوت باعتبار احنا نضربناهم صار هو عبارة عن مقدار هذا الحد وهذا الحد. عندي ال A وال B نوت مشترك. اوكي شو يبقى عندي؟ C زائد C نوت. اوكي زائد هذا الحد وهذا الحد راح استخرج ال B C نوت. شو يبقى عندي؟ يبقى عندي ال A نوت or A زائد هذول الحدين راح استخرج من عندهم ال A نوت C. شو يبقى عندنا؟ B or B نوت. طبعا هذول كل واحد من عندهم هذا واحد قيمته واحد، هذا قيمته واحد، هذا قيمته واحد، فراح يصير عندنا النتيجة النهائية راح يكون هو عبارة عن A B نوت or B C نوت or A نوت C واللي هو المطلوب نفسه. اوكي صار بهذا الشكل. خلي اخذ مثال اخير على استخدام بوابة الـ exclusive or. هذا طبعا سؤال احنا حليناه فخلي نمسحه. اوكي السؤال هو انه اثبت نفس الكلام، اثبت انه xy عندي هنا الـ exclusive or x z تساوي عندي x قوس y exclusive or z. اثبت اياه بهذا الشكل. طيب خلي اخذ هذا الجانب حسب تعريف الداله مالتي هذا اقدر اكتبها يعني اقول بما انه x y exclusive or x z تكتب حسب تعريفها هي x y dot x z اللي هي الجزء الثاني الكل complement or x y complement dot x z. هذا حسب تعريفه عرفناه بالمقطع السابق. طيب هسه خلي ارتب المعادلة x y هذه اقدر اكتبها x y حسب دي مورغان انه هذه بدل ما هي بوابة الان اكتبها بوابة الاور فصير هي عبارة عن x نوت هذه اور z نوت. بعد عندي اور نفس الكلام هذه اقدر اكتبها هي عبارة عن x نوت اور y نوت الكل مضروب في x z. طيب هسه وزع الحدود هذه اذا رتبهم راح يصير عندي x x نوت y اور x y z نوت اور هنا راح يكون عندي x x نوت z اور x y نوت z. طيب عندي حدين هذا الحد وهذا الحد باعتبار بوابة الآن x x نوت هذا صفر وهذا نفس الكلام صفر راح يكون عندي هسه المتبقي من عنده راح يكون المتبقي عندي هو x y z نوت اور x y نوت z بهذا الشكل. طيب هذول اللي خلي استخرج من عندهم x راح يكون عندي y z نوت اور عندي y نوت z. طيب هذول اذا رجعهم للتعريف مالت من مال الاكسكلوزيف اور راح اقدر اكتبها بمعادله هي عباره عن x y اكسكلوزيف اور z حسب القاعده والتعريف وهذا تعريف الداله مالتي هذا الحد كله فصارت الداله مالتي بهذا الشكل وهو حسب المطلب او حسب ما يريده حسب المعادله المعطاه.